حياتنا مليانة بالصراعات، صراع مع الغير وصراع حقيقي مع الوقت، ضغط نفسي مع كل لحظة بتمر بنحاول نثبت فيها نفسنا، بنحاول نلحق كل ثانية وكأننا في سباق مع الزمن. صحيح الثانية بتفرق، وده اللي بيخليك تستعجل وتتسرع، وفي النهاية ممكن تخسر خطواتك. من غير تفكير بتتحرك وحواسك ممكن تسبق عقلك. كل خطوة مش محسوبة بتقربك أكتر للخسارة، وكل فعل سريع رد فعله بيبقى أسرع، وفي أغلب الأوقات النتيجة بتبقى الندم. ادي لنفسك مساحة إنك تدرس كل المعطيات، ادي لعقلك فرصة تانية إنه يفكر، وما تنساش إن حسابك لكل خطوة وتفكيرك بتأني هو أقصر طريق للهدف، وهو الطريق الأسرع لتحقيق أي إنجاز.